السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کا تیسرا رکوع سیکھیں گے. آپ نے میرے ساتھ اس رکوع کو دہرانا ہے تاکہ ویڈیو کے اختتام پر یہ رکوع آپ اچھے سے تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں. آئیے اس رکوع کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العظيم. اس رکوع کی آپ نے بار بار مشق کرنی ہے،
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.